وعايز نتكلم على مسألة النبرة العالية ووتيرة التهديدات المتبادلة المتصاعدة فيما قد تطلق عليه ما بين قوسين وهم مهمين، التهديدات بتاعت أوكرانيا روسيا، روسيا أوكرانيا، هل هتشهد أوروبا حربا جديدة؟ خلوني أسأل هنا ضيفنا العزيز عبر التليفون دكتور أيمن سمير، خبير الشؤون الأوروبية والعلاقات الدولية بالأهرام. دكتور أيمن أهلا بيك أولا. أهلا بيك يا أستاذ يوسف وأهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. هبدأ بسؤال يبدو فيه تقرير، ألا وهو ألم تنتهي أو لم ينتهي عصر الحروب الكبرى؟ في الواقع لا، يعني المؤشرات بتقول ان ممكن تبدا حروب كبرى ليست فقط في اوروبا لكن حتى في اخرى من العالم فيها توتر شديد، زي مثلا منطقه بحر الصين الجنوبي ما بين الولايات المتحده الامريكيه من جانب وحلفائها طبعا وما بين الصين من جانب اخر. الاكثر من كده واكبر شاهد يؤكد ان فكره الحروب الكبرى يمكن تحدث في اي وقت فكره التحالفات الكبرى. الان الولايات المتحده الامريكيه بتعمل تحالفات فيها دول عظمى لديها امكانيات ضخمه، شوف التحالف تم الاعلان عنه تحالف الاوكوس اللي بيضم الولايات المتحده الامريكيه مع المتحده مع استراليا بهدف ان يكون لديهم صواريخ يعني سفن تعمل او يعني لديها صواريخ وهي تعمل في المحيط الهندي وفي المحيط الهادي. نفس الامر هناك تحالف اخر تحالف الكواد اللي بيضم الولايات المتحده الامريكيه ومعها الهند ومعها اليابان ومعها ايضا استراليا. النهارده نشر القوات الروسيه في بيلاروسيا حديث ايضا عن توحد او وحده ما بين روسيا وبيلاروسيا لشكل التحالف ضد الدول الاخرى او ضد دول ما يسمى بالجناح الشرقي في اوروبا. وبالتالي الحروب الكبرى ربما تناساها البعض في بعد نهايه الحرب البارده وانهيار الاتحاد السوفيتي، لكن انا في تقديري هذه الحروب تطل من جديد ربما بوتيره ابطا مما كان عليه في السابق، ربما بادوات مختلفه، لكن ايضا هناك ايضا ادوات جديده، يعني مثلا فكره استخدام القنابل النوويه زي ما استخدمت في الحرب العالميه الثانيه اصبحت مستبعده، لكن الان هناك حديث عن ما يسمى بالقنابل النوويه الاستراتيجيه، هي قنابل صغيره من حيث الحجم لكن تأثيرها مدمر ساحة أقل مما كان عليه الوضع في اليابان. وبالتالي الفكرة من حيث المبدأ هي فكرة موجودة، وما يجري في أوكرانيا أو على ما بين أوكرانيا وروسيا نعم أنا في تقدير الحرب يعني مستبعدة وبعد الحرب بنسبة كبيرة جدا، لكن أيضا سيناريو الحرب مطروح حتى وبنسبة صغيرة. في تقديري ظروف الحرب ليست مثالية كل الأطراف، ليست مثالية لروسيا، ليست مثالية لأوكرانيا والدول الأوروبية، أيضا ليست مثالية للولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء الغربيين. الرئيس بايدن نحن النهاردة شهر يناير لديه عام كامل في البيت الأبيض لم يحقق أي إنجاز لا في الداخل ولا في الخارج. أوروبا بتعاني من مشاكل الغاز ومشاكل الإمداد في المواد الغذائية وفي الطاقة وفي غيرها وفي مشاكل كثيرة جدا وغير مستعد للحرب على الإطلاق. نفس بالنسبة لروسيا، الاقتصاد الروسي بالكامل يساوي اقتصاد ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية وهي ولاية نيويورك، وإحنا كلنا عارفين أن التحول في الطاقة في العالم هيتحول بعيدا عن الغاز والطاقة في المستقبل. غالبية الصادرات الروسية هي صادرات من الغاز والنفط، بالتالي ليس لدى يعني روسيا الرفاهية في الدخول في جديدة واستنزاف وما إلى ذلك. وبالتالي في تقدير كل الأطراف بتحاول أن تحقق أهدافها لكن دون الدخول في حرب. حلو جدا. طيب ما هو ده بيخليني هرجع بالذهن لورا، يعني على سبيل المثال كانت هناك أزمة لا تقل حجما عن الأزمة الحالية وهي أزمة روسيا الاتحادية جورجيا وأوسيتيا الجنوبية، وحصل بالفعل تمركز لقوات بل واحتلال لجانب كبير من جورجيا، وفي النهاية خالص تم تصفية هذه الأزمة وتم وقد هذا الصراع وكل واحد رجع مكانه زي ما بيتقال. فلماذا نتوقع أن هناك حربا آتية؟ يعني أنا برضو بفكر مع حضرتك بصوت عالي، كان عندي هذه الأزمة أزمة أوسيتيا وفي الآية خالص خلصت على المفيش. من ناحية تانية أي حرب لازم يكون في حد عنده نية أنه يكسب من وراها شيء، زي الألمان في الحرب العالمية الأولى ثم في الحرب العالمية الثانية مع إشعال فتيل الحربين يعني.
وفي الاخر خالص خسروا، لكن في هناك شيء ما يدفعهم دفعا، الا وهو تحقيق مكاسب من ناحيه، ده في الحرب العالميه الاولى، في الحرب العالميه الثانيه، التخلص من تكتلات من الديون تسببت فيها معاهده فرساي. فيجي السؤال، ومن يريد الحرب لتحقيق مكسب ما؟ قد يكون روسيا عايزه تاخد حزم من الوعود اذا صح التعبير، متعلقه بشكل العلاقات الاقتصاديه ما بينها وما بين الاوروبيين، ولا ايه؟ لا، هو روسيا اعتقد انه تم يعني خيانتها في وعد مهم جدا متعلق بحلف الناتو. حلف الناتو كان قدم وعد لروسيا سنه 1999 في وثيقه اطلق عليها وثيقه اسطنبول، وايضا في اتفاقيه اخرى في وثيقه الاستانه 2010 بان حلف الناتو لا يتمدد شرقا، وانه يبقى حلف الناتو عند حدود 1997. منذ ذلك التاريخ طبعا حلف الناتو لم يتوقف عند هذا الامر، وبيعتبر ان من حق الدول انها تنضم لاي تحالف تريده، سواء كان حلف الناتو او غير حلف الناتو. لذلك الرئيس بوتين بيعتقد ان حلف الناتو بيقترب بشكل كبير جدا من الحدود والاراضي الروسيه. واكثر مشكله خلقت هذه الازمه التي نحن بصددها مشكله اوكرانيا وجورجيا. الان حلف الناتو عارض على اوكرانيا وعلى جورجيا قول على حلف الناتو. روسيا بتقول ان الصواريخ الان، الصواريخ المتوسطه والصواريخ القصيره، تستطيع ان تصل الى الاراضي الروسيه في خلال 14 دقيقه. لو انضم اوكرانيا وجورجيا الى حلف الناتو، الصواريخ سوف تصل الى الاراضي الروسيه في خلال 4 دقائق. هذا الامر هيعمل تحدي لمنظومه الدفاع الصاروخيه الروسيه، سواء الاس 400 او حتى الجديده الاس 500. وبالتالي قد لا يستطيع مواجهه هذا الامر. الوضع العسكري في الحالي هو لصالح روسيا بامتياز. يعني في تقرير عملته راند او مؤسسه راند قدمته وزاره الدفاع الامريكيه، قالت بالنص ان لو اندلعت في هذا التوقيت سوف تجتاح روسيا ليس فقط اوكرانيا، لكن يمكن ان ايضا حتى شرق اوروبا بما فيها دول بحر البلطيق الثلاث في خلال 6 ايام، وتمنع القوات الغربيه والامريكيه من الوصول الى البحر في خلال 12 يوم. هذا الامر هذا ليس يتعلق برئيس بايدن، لان معروف ان حلف الناتو اهمل اوروبا وشرق اوروبا خلال فتره حكم الرئيس جورج بوش الابن والرئيس اوباما، لانهم كانوا مشغولين بالحرب على الارهاب ونسوا الجبهه او الجناح الشرقي في حلف الناتو. الاتحاد الاوروبي ومعاه حلف الناتو معاهم الولايات المتحده الامريكيه بيريدوا تصحيح هذا الوضع حتى 2025، لكن في الوضع الحالي 2022 الوضع الميداني بشكل كامل هو لصالح روسيا بامتياز. علشان كده يمكن رئيس بايدن والبيت الابيض قال لو اندلعت حرب لن يتدخلوا، لان هم عارفين ان هذه الحرب سوف تكون يعني بشكل عام تخسر فيها الولايات المتحده الامريكيه. لكن لذلك هم بيشوفوا ان خيار الدبلوماسيه يمكن ان نحل المشكله، اولا ان دفع مزيد من المساعدات العسكريه للاوكرانيين، تصعيب الامر على روسيا قد يقنع روسيا في النهايه بعدم الدخول فيها، لانها سوف تكون مكلفه على المستوى الميداني وعلى المستوى العسكري. في تقديري في النهايه الولايات المتحده الامريكيه ولا حتى الاوروبيين لا يرغبوا في هذه الحرب طبعا. يعني انظر مثلا الى المانيا، المانيا عندما قالوا لها بالراعي الاوكرانيا قدمت خوذ، يعني لم تقدم حتى بندقيه واحده او سلاح واحد الى اوكرانيا. لكن هناك في بعض الدول في اوروبا وتحديدا في الجناح الشرقي، هذه الدول لديها مشاكل قديمه، عقد سياسيه ونفسيه من ايام الاتحاد السوفيتي، وتريد الانتقام من روسيا وتشعر بخوف ايضا من روسيا. روسيا لم تستطع ان تقدم لهم الطمأنينه والضمانات، وفي نفس الوقت هم لديهم عقد تاريخيه تجاه الاتحاد السوفيتي السابق ووريثته روسيا الحاليه. لذلك هؤلاء هم من يدفعون أو يؤيدون بطريقة أو بأخرى الحرب، ربما تكسر يعني شوكة بوتين في وجهة نظرهم، أو تقلل من اندفاعة روسيا تجاه الضغط عليهم أو ما إلى ذلك. لكن أنا في تقديري حتى كل الأوروبيين بيفهم، حتى الدول الغربية أو الجناح الغربي في حلف الناتو زي فرنسا، يعني الرئيس ماكرون رئيس عاقل ورئيس حكيم ولا يريد حرب. حتى المعارضين في الدول الأوروبية، يعني مارين لوبين مثلا في المعارضة الفرنسية لا تريد حرب، ماتيو سالفيني ماتيو سالفيني مثلا في إيطاليا لا يريد الحرب، حزب الحرية في النمسا لا يريد الحرب. غالبية الشعوب الأوروبية تكره الحروب، وهي عانت من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. لذلك بينظر إلى هذه الحرب إذا اندلعت أنها سوف تكون حرب بالوكالة،
وكلاء عن الولايات المتحدة الأمريكية لخوض حرب ضد روسيا. لذلك بتحاول روسيا بكل إمكاناتها أن تكون الحرب مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن لو قامت بالفعل حرب مباشرة ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية النتيجة كلاهما سوف يخسر بالتأكيد، لكن الفائز أو نهاية هذه الحرب سوف تكون إعلان للصين أن تصبح هي الدولة الأولى في العالم. المؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني لا تريد هذا الأمر، لكن أيضا اللي بيدفع ناحية خيار الدبلوماسية وأن الحرب لن تندرع يعني في تقديري الموقف الصيني أيضا. كما تعلم أستاذ يوسف الشهر القادم سوف تكون هناك افتتاحات للأولمبيات الشتوية في الصين، وليس من مصلحة الصين أن يتم افتتاح هذا الأمر الذي انتظروه منذ سنوات طويلة، أن يتم افتتاحه وقع حرب كبيرة في أوروبا. لكن لو تسمح لي أستاذ يوسف في رسالة مهمة جدا للدول العربية في هذه المنطقة، يهمنا في المنطقة في منطقة البحر الأسود في هذه وفي أوكرانيا وفي روسيا وفي هذه المنطقة أمرين. الدول العربية لديها 10,000 طالب يدرسوا في أوكرانيا، وبالتالي الدول العربية لابد أن يكون لديها تصور تعامل مع هؤلاء الطلاب، سواء إجلائهم أو نقلهم إلى أماكن أخرى في حال اندلاع الحرب واحدة. الأمر الآخر، الدول العربية من أكثر دول العالم استيرادا للقمح من هذه المنطقة، لأن القمح من هذه المنطقة من أرخص أنواع القمح في العالم. هذه الدول العربية لابد أن يكون لديها لا أقول بدائل، لكن على الأقل خيارات مكملة في حالة لو اندلعت هذه الحرب، لأن هذا الأمر سوف يدفع التأمين على السفن في هذه المنطقة، وبالتالي يعني على امدادات القمح للمنطقه العربيه. طب دكتور ايمن، يعني هو صحيح انا طولت مع على حضرتك حبه، بس انا محتاج حته كمان. يعني على سبيل المثال، هو انا اظن انه اذا لا قدر الله اندلعت حرب، وانا عشان كده انا بستبعد فكره وجود الحروب الكبرى، ويمكن يبقى في حرب بالوكاله على نطاق شديد الضيق، هو الامريكان هيصبحوا اكبر الخاسرين، لانه ما بين روسيا وما بين الولايات المتحده الامريكيه عبر الشمال والطرف الاخر من المحيط الهادي هي دقائق معدوده، ودي تبقى اول مره امريكا تخش حرب على ارضها لو اندلعت حرب مباشره. ايضا الاوروبيين زي ما حضرتك ذكرت هم رافضين. الجزء بتاع الشرق الاوروبي اللي عنده مشكله الوصايا السابقه من الاتحاد السوفيتي، ده اللي بيخليني بسال انه اليس من الاجدى بانه، او قد يكون من المتوقع انه القصه كلها روسيا تريد حزمه جديده من الوعود غير المنكوصه، وده المهم جدا. مسألة برضو أصححني أنا غلط، مسألة القنابل النووية الصغيرة محكومة التأثير هي موجودة، يعني سيبنا من البلد اللي عملتها، بس هي موجودة تقريبا بقالها أكتر من 25 سنة وما فيش حد استخدمها، ولا أظن أن حد هيستخدمها عشان برضو ما ننجرش في حرب. الصين، وبرضه بفكر مع حضرتك لسه بصوت عالي، يعني ده مش تحليل انت المحلل، لكن الصين ايضا هتصبح اكبر الخاسرين لو حصلت حروب، يعني مش بس امريكا، لانه في هذه الحاله هتتوقف حركه الملاحه الدوليه في اكتر من بقعه شديده الاهميه في العالم، وده اللي ياثر على الاقتصاد الصيني بسلب شديد. وبالتالي يجي هنا السؤال، ومين هم الوكلاء اللي هيخشوا قدام بعض؟ هو مش فاضل حد، أظن هتبقى تمركزات عسكرية، تهديد وتهديد وتهديد، ثم الوصول إلى حل دبلوماسي وحزم مساعدات، ولا أو أسف حزم من الوعود مش مساعدات. يعني صحيح، يعني أنا بميل لما قلت أستاذ يوسف بشكل كبير فعلا، لأنه أولا من ضمن حتى نتيجة للسجال والنقاش ما بين الطرفين، هناك الآن فكرة استئناف أو العودة مرة أخرى لاتفاقية تسمى اتفاقية الاي ان اف. اتفاقية الاي ان اف وقعها الاتحاد السوفيتي السابق مع امريكا سنة 97، وانسحب منها الرئيس ترامب ورئيس بوتين في اغسطس 2019، وهي تتعلق بالصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى. انا في تقديري حتى هذه الازمة يمكن ان تخلق فرصة لعدم العودة للحروب وإيجاد مساحة للتعاون مرة أخرى. لكن فيما يتعلق بالوكلاء، الولايات المتحدة الأمريكية بتعتبر أن مثلا أن أوكرانيا يمكن أن تقوم بهذه الحرب بدلا منها، أن بعض الدول في أوروبا تحديدا دول بحر البلطيق الثلاثة وهذه الدول شديدة العداء بالنسبة لروسيا يمكن أن تقوم بهذه الحرب بدلا منها. ينظروا أيضا لبولندا، يعني بولندا لديها عداء تاريخي مع روسيا، والميديا البولندية ضد روسيا بشكل كبير للغاية، يمكن أيضا أن تشكل يعني كل هؤلاء يمكن أن يشكلوا مساحة وأرض
تنطلق منها الحرب ضد روسيا، لكن هناك حتى دول في المنطقة ضد هذه الحرب، يعني دولة زي هنغاريا أو المجر، المجر أعلنت اليوم أنها لا تريد استقبال مزيد من القوات الأمريكية حتى لا تفهم روسيا أنها مساحة للحرب. صح. لكل ذلك الجميع خاسر من الحروب بما فيهم الصين، وبالتالي أنا براهن دائما على الحكماء سواء في روسيا أو في الولايات المتحدة الأمريكية لتجنب خيار الحرب، ويمكن الوصول لكل الأهداف بما فيها حتى الأهداف الأمنية من خلال النقاش والحوار النقاش الدبلوماسي والسياسي مما لا شك فيه. أنا بشكرك جدا دكتور أيمن سمير خبير الشؤون الأوروبية والعلاقات الدولية بالأهرام.